لما يجي الربيع لاني كتبت عن الربيع كام حاجه. انا عندي فكره عن مدن يكرهها النور. هي شخصية مصرية بيعرفها حكام العالم ونجومه ومشاهيره. هي مكونات عربية مصرية ومكونات أجنبية طبعا. ليلى تكلة شخصية غير عادية. مثل هذه الشخصية لا تولد فجأة، وإنما لابد أن تفصح عن نفسها وتصرفاتها مبكرة. أنا مولودة في القاهرة، ودي كانت ضايقتني، لأن قلت لو أنا كنت اتولدت في الريف كنت فهمت الريف وفهمت ظروفه وفهمت مصر أكتر. من أسرة كلها متميزة علميا وثقافيا، فمن الطبيعي أن تلقى كل الاهتمام من المجتمع المصري. هي أم بكل ما تعنيه الكلمة، دايما كانت موجودة لينا مع كل المشاغل وكل السفر وكل المسؤوليات اللي كانت على عاتقها. دخلت ليلى تكلى السياسة بالتدريج، واحدة واحدة، خطوة خطوة، حتى أصبحت عضوا في مجلس الشعب. أول حاجة عملتها لما دخلت مبنى مجلس الشعب إنها اتجهت مباشرة إلى الكرسي اللي كان والدها بيجلس عليه وهو عضو في البرلمان. نسب للدكتورة ليلى تكلى أيضا أنها أول من طالبت بوجود معارضة في مجلس الشعب. ما كانش حد عارف يعني إيه معارضة في البرلمان، والحقيقة الناس استغربت جدا، يعني إيه كل الناس تصوت على قرار واحد؟ يعني ايه كل الناس تقبل بقرار واحد؟ يعني مفيش حد معترض خالص؟ ليلى تكلى ينسب ليها انها دخلت الى مجلس الشعب، الى البرلمان الحديث في مصر، كلمة المعارضة البرلمانية. دخلت السياسة بقى، شوف الحالة الحياة السياسية اللي دخلتها. انا دخلت السياسه خدتها بالتدريج، مش مثلا ندهوني من جمعيه خيريه ولا من الجامعه وقالوا لي هتخش المجلس. انا بدات عضو مجلس محافظه القاهره اللي هي الدرجه الاولى، وبعدين دخلت لجنه كتابه الدستور الاولاني، كنت بمثل الشباب وقتها فيه، وبعد كده دخلت مجلس الشعب. فطبعا في لجنه محافظه القاهره تعرضت لخبره ومعرفه، في لجنة الدستور تعرفت بشخصيات كويسة جدا وسمعت آراء كبيرة جدا. من هذه الشخصيات البابا شنودة، كان وقتها هو مطران البحث العلمي والتعليم، وشجعني جدا. أول يعني سيدة قوية في رأيي تدخل البرلمان، ودخول البرلمان في قوتها ان كان قدامها اعتقد 4 أو 5 اشخاص اترشحوا عشان يرأسوا لجنة العلاقات الخارجية، لكن هي قدرت ترأس هذه اللجنة، ومن خلال رئاستها اللجنة قدرت هي تعمل علاقات دولية كبيرة جدا. والعلاقات الدولية الكبيرة جدا دي خلتها يبقى لها صوت قوي في سبيل الدفاع عن مصر في الداخل وفي الخارج. دخلت مجلس الشعب بقى اللي هو كان أول مجلس للرئيس السادات، وكان أياميها اتحاد اشتراكي ومفيش أحزاب إلى آخر ده كله. فأنا يعني بكل حب لمصر وبكل تلقائية كانت أول حاجة طالبت بيها إنه يكون في معارضة. مش ممكن كلنا كده نتفق في رأي واحد والرأي الواحد ده هو اللي يمشي. واقترحت صيغة برضو بسيطة وساذجة، قلت الموضوع عندما يناقش في اللجان، في اللجنة اللي هي المطبخ بتاع الشغل، إذا كان هناك شخصين أو ثلاثة ضد رأي الحكومة أو ضد الاقتراح المقدم، لهم الحق إن يكون لهم مقرر ويجي الجلسة العامة زي ما المقرر بيؤيد رأي الحكومة وبيعرضه، المقرر الأقلية ده مقرر المعارضة برضو يعرض رأي الناس اللي مش موافقين.
وسميتها المعارضة المتحركة، لأن ممكن أنت توافق على حاجة وما توافقش على حاجة تانية، تبقى مع الحكومة في حاجة وضدها في حاجة تانية. وبعدين الحقيقة الدكتور العطيفي ومحمود أبو يافية خدوه تحولوه إلى المنابر، ما أطلق عليه المنابر. وقتها بعض الأعضاء قالوا لي يا دكتورة أنت جريئة قوي أنك تقولي حاجة زي كده، معارضة إيه وبتعيد، إحنا ما ينفعناش الكلام ده هنا، فاهمين بقى دي واحدة جاية من أمريكا بتخرف بقى، وعلى أي حال هنبقى نزورك في سجن القناطر. طبعا هو كان شرف ليا كبير جدا تعييني في مجلس النواب من قبل سيادة الرئيس، وده أنا بعتبره شرف كبير وتكليف ومسؤولية، أدعو الله إن شاء الله إن أنا أكون يعني قادر عليها بإذن الله. هو والدي كمان كان في مجلس الشورى، ويعني هقول لحضرتك أنا أول يوم دخلت علشان نملى الاستمارات ونسجل البيانات بتاعة العضوية وكده، بصراحة يعني اتقابلت مقابلة جميلة جدا 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 من العاملين في المجلس ومن الأمانة العامة ومن الموظفين اللي كانوا موجودين من أيامهم، وأتذكر منهم طبعا كثير من مكتب رئيس المجلس، أتذكر منهم أيضا عم رفعت اللي هو العامل بتاع تنظيف الأحذية، وده يعني من الشخصيات المشهورة جدا في المجلس، وجا خدني بالحضن وقعد يقول لي ده والدتك، ويعني بيحكي وبيتذكر الايام اللي كانت فيها معاه، ده يعني من العلامات بتاعه مجلس النواب، ايامها كان مجلس الشعب طبعا. فيعني هي استمراريه، هي مسؤوليه، اتمنى ان شاء الله يعني ان انا اقدر اادي الاداء اللي هي اديته، وان انا يعني املى الكرسي اللي هم سووه. يعني زي ما تقول هي خدمت أو ساعدت بتجرد تام من المصلحة الشخصية أو من المعرفة الشخصية، زي ما قلت لحضرتك كانت أول معرفتي بيها بس في النقطة ديت. فيعني ده كان الحقيقة درس مهم جدا، إن الواحد بيخدم وبيساعد لا لهدف شخصي أو لأنه هيستفاد أو لأنه عايز يبقى فيه مصلحة بعد كده، لا ده هي خدمت لأنها شايفة إن ده في صالح مصر وفي صالح المكان اللي كنا ندرس فيه وكنا بنحبه جدا ومخلصين ليه جدا، بما فيهم الدكتورة ليلى وأساتذتنا الحقيقة. الدكتورة ليلى تكلى لها إسهامات ضخمة سواء في الخارج أو في الداخل. في الخارج هي عضو نشط في منظمات حقوق الإنسان وفي وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا المرأة وقضايا التنمية. على المستوى الداخلي هي عضو مؤسس وأساسي جدا في المجلس القومي للمرأة، وأيضا في منظمة المرأة العربية، ولقد عايشتها في الاثنين معا، وكان لي فيها أيضا دور أدى إلى أن أقترب من الدكتورة ليلى تكلى أكثر وأكثر. الدكتورة ليلى تكلى يجب أن أضيف إلى هذا أنها عضو فاعل ونشط في المجلس الأعلى للثقافة، وأنا أتشرف بعضويته أيضا، وأستطيع أن أقول إن ليلى تكلى دائما يعني مصنع أفكار، دائما لها مبادرات، وهي التي اقترحت لجنة لحقوق الإنسان في المجلس الأعلى للثقافة، وهي التي اقترحت كثير من التعريفات الدقيقة لقضية الثقافة ولمعناها في كل المراحل. وفي الوقت اللي اتكلمت فيه ليلى تكلى عن حرية الصحافة تحت قبة البرلمان، أحست الحكومة إن ليلى تكلى ارتكبت خطيئة لا تغتفر. كنت أول المتحدثين في حرية الصحافة. حرية الصحافة وقتها ده يعني خطيئة أخرى زي المعارضة، يعني اتكلم على حرية الصحافة، لكن أهو نوع من عدم المعرفة، نوع كنت غلطانة مش غلطانة، دلوقتي حاسة إنه صح يعني. اتكلمت على حرية الصحافة وأيدني فيها اتنين من قرايب السادات. كان محمود أبو وفية وواحد اسمه
ناظم المكاوي، وده أيدني في المعارضة على فكرة ناظم المكاوي، وبرضو أيدني فيها قلائل في مجلس الشعب. من الحاجات اللي تقدمت بيها برضو تخفيض سن الترشيح من 30 سنة ل 25. قلت مش معقول الشباب لابد أن يعطى فرصة أن يدخل مجلس الشعب ويمارسه 25 ناضج ويمارس حقوقه الدستورية ويشارك في القرار السياسي داخل المؤسسات الدستورية مش خارجها. ما نسيبش الشباب مرة كده، له رأيه وله المستقبل وهو له هيكون له أفكار كويسة. يومها برضو يا أستاذ عادل قاموا قالوا لي الدكتورة عاوزة تعمل المجلس مجلس عيال. أنا فكرتهم اتنين منهم اللي قالوا كده لما الشباب قام بالثورة، قلت لهم شايفين العيال عملوا ايه؟ انتوا اللي عرفتوش تعملوا حاجة. المهم وبعدين فأنا قلت لهم، قلت يعني أتعشم إنكم متاخدوش هذا الموقف، وإلا حيبان إنكم خايفين من منافسة الشباب لكم. كانت رئيسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب بعد السيد الراحل الأستاذ الكبير الدكتور رشدي سعيد، وأظن أعتقد أنه شهدنا بشكل واضح آثارها في اللجنة بعد أن توليتها أنا شخصيا. تولاها من بعدها الدكتور محمد عبدالله لمدة 20 سنة وتوليتها أنا لمدة 10 سنوات، وهي لجنة فاعلة وهامة في التفاعل مع الخارج. وأعتقد أن الدكتورة ليلى تكلى تركت بصمة طيبة في تلك اللجنة عندما كانت عضوة في البرلمان المصري بالتعيين. انتخبت لرئاسة لجنة، وانتخبت من لجنة كل أعضاء رجال. مرة أخرى آمنت بقدرة وحياد الرجل المصري، لأن الرجل المصري دايما بيوهن على أنه ضد المرأة. طبعا دلوقتي المرأة واخدة حقها كويس، لكن يعني في وقتها كنت دايما أقول بس الفرق إيه، برضو ما كانش سهل علينا، يعني كان لازم المرأة تشتغل دبل أو ثلاث أضعاف وتثبت نفسها عشان إيه تقدر تصل إلى ما يصله الرجل بسهولة أكتر، وده وضع قائم دلوقتي لحد دلوقتي. فانتخبت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، وهي لجنة أساسية عادة الستات كانوا يدوها لجنة الشؤون الاجتماعية ومش عارف إيه والحاجات دي في أغلب المجال. أول مرة تنتخب في انتخابات تنافسية سيدة لترأس لجنة. كان وقتها إسماعيل فهمي، وهو من الأسماء الجميلة اللي أتمنى إن الشباب يعرفوه، كان هو وزير خارجية. وإسماعيل فهمي شجعني كثيراً وأخذني معاه الأمم المتحدة كعضو مناوب في اجتماعات الجمعية العامة. ومهد نجاح ليلى تكلى على الساحة الداخلية لنجاحها على الساحة الدولية. بعد كده بقى الساحة السياسية دي ارتبطت بالساحة الدولية، والساحة الدولية كان ليا فيها مسارين، مسار من خلال الاتحاد البرلماني الدولي ومسار آخر من خلال الأمم المتحدة. الاتحاد البرلماني الدولي ده زي البرلمان برلمان العالم، فيه وفود من كل البرلمانات اجتمع مرتين في السنة. فأولاً انتخبوني عضو في وفد مصر اللي بيروح هذا الاتحاد، وبعدين انتخبت هناك في الاتحاد لرئاسة لجنة كان اسمها لجنة الثقافة والعلم والتعليم، لجنة الثقافة والعلوم والتعليم، وأنا أضفت إليها البيئة. قلت لهم البيئة قضية أساسية دلوقتي، لازم اللجنة دي يضاف إليها البيئة، وفعلا أضافوا إليها البيئة. بعد كده أما قدرت يعني يمكن أثبت نفسي اختاروني عضو اللجنة التنفيذية اللي هي الهيئة العليا لإدارة اتحاد البرلمانات العالم ده. ومن خلال اللجنة التنفيذية ومن خلال رئاسة اللجنة الحقيقة حاولت وقدرت أني أعمل حاجات كتير. أولاً حاولت أطرح وأقدم المفهوم غير الغربي للديمقراطية، ما عندهم كده حاجة متربسة في دماغهم على الديمقراطية وعايزين يفرضوها على العالم كله. لا، هذا المفهوم يتعلق بتجربتكم، لأنما في مفهوم آخر وفي دول أخرى واعتبارات أخرى. قدرت أني أسعى لأن أنا نطالب البرلمانات أن يكون فيها يكون بها مجلس لحقوق الإنسان، وقدرت أن أقترح لجنة للمرأة في الاتحاد البرلماني الدولي، الاهتمام بشؤون المرأة والبرلمانات تهتم به أكثر.
وقدرت إني أساعد القضايا العربية. هي صوت قوي لمصر في الخارج، تدافع عنها وترد على الدعاوي والافتراءات التي توجه ضدها. الدكتورة ليلى تكلى شخصية استثنائية متميزة بكل المعاني، لا أستطيع إلا أن أقول أنها أقرب إلى الشخصيات الغنية فكريا والثرية اجتماعيا التي كنا نعرفها من قبل. وبين ليلى تكلى ومعمر القذافي مواقف لا تنسى، ارتبط بعضها بحرية الأديان وضرورة التوافق والتعايش فيما بينها، وأيضا البعض الآخر ارتبط بقيمة المرأة دون السخرية منها كما فعل القذافي أمام حشد من النساء في مصر. ليبيا دي أول مرة رحتها كان حاجة اسمها قيادات الشباب العرب، وعملها الأخ القذافي، ورحت وكانت نافذة جميلة إني أعرف أحمد صدقي الدجاني، شخص دكتور أحمد صدقي الدجاني فلسطيني مفكر عظيم ممتاز، وهو أستاذي في الشؤون العربية والفلسطينية، والدكتور خلاف وغيرهم وغيرهم. وكتبت ورقة، اللي كتبتها كان كل واحد بيكتب ورقة، أنا كتبت ورقة على الولايات العربية المتحدة. مش معنى في الولايات الأمريكية المتحدة، ممكن العرب دولة في تكامل بينهم، وليه ما يبقوش الولايات العربية المتحدة ونبقى قوة في الساحة الدولية، ودول عندهم بشر ودول عندهم بترول ودول عندهم كذا ودول عندهم كذا. ورقة إيه يعني، كانت أمال طبعا anyway. ما تحققش حاجة ولا حتى تقارب بينهم. ويقال إنه الأخ القذافي انبسط قوي من الورقة دي. تاني مقابلة كانت لأمر غريب قوي، القذافي كان أمم الكنائس، طلع في دماغه كده الكنائس يعني غرب يعني إيطاليا يعني احتلال يعني ليبيا حرة، فراح خد الكنائس كلها عملها مراكز شرطة أو عملها مقر اتحاد اشتراكي. فدي طبعا ضايقت الكنيسة هنا وضايقت المسؤولين هنا، فقالوا لي يعني أنت عندك وسيلة يعني تكلمي. المهم الناس اللي كنت عرفت بيهم حضروا لي المعاد، ورحت إيه وقابلت الأخ الأخ العجيد، كانوا بيسموه الأخ العجيد، قلتهم الأخ العجيد. شخصية غريبة غريبة يعني، مش موزون بس لطيف كده، في حاجات يعني يقول لك سايكوباثيك ايه شارمين سايكوباث. فقلت له يعني دلوقتي أنا جاية في موضوع مهم جدا، إن إحنا المصريين بعضهم بيعبدوا بيصلوا في الكنيسة وبعضهم بيصلوا، وهنا في مصريين والإسلام بيقول كذا وكذا وكذا بالنسبة لاحترام الأديان الأخرى، والإسلام بيقول كذا وكذا وكذا بالنسبة لدور العبادة، ولولا إيه قلت له إيه شوية كلام زي كده. فهو فكر قاعد يفكر كده وقال طيب نديهم نرجع لهم حاجة. نده المدير مكتبه وشفاكر كان اسمه، قال له بقول انده الكبير بتاعهم وقول له هنديكوا كنيسة بس تكون بعيدة مش في العاصمة يعني. فانا قلت له ليه يا اخي العقيد بعيدة؟ لما تبقى بعيدة والناس يمشوا لحد ما يروحوا هناك الليبيين كتير قوي هيعرفوا انهم رايحين الكنيسة، يبقى انت بتنشر انت بتنشر مش بتخبي. بص كده للسقف وكان يبص للسقف، قال اوه حيرتيني، كان نفسي اقول انت محير خلقه يعني مش انا اللي حيرتك. المهم عادت الكنيسه والحمد لله وخلصت الحكايه دي. جاء مصر هنا ايام السادات وايه والقى خطاب غريب قوي. كتب فيه على السبوره اوصاف للمراه، قال ربنا خلق جنسين مش جنس واحد، وانتوا عاوزين تعملوهم جنس واحد، والمرأة هي كذا وكذا وكذا، ثلاث أوصاف بدنية بكلام لا يجوز أن يتقال حتى في السر يعني، وكتب على السبورة. الناس يعني كان حصل نوع من الصدمة لكل الموجودين، وكل الوزراء والسفراء والسادات ومدامته وكلهم قاعدين. قبل كده كان اتكلم على ايه التعاون بين الدول العربية، فانا معرفش الحمقى ساعات بتخلي الواحد دمه يفور والافكار والكلام يجيله. فانا طلبت الكلمة وقلت للرئيس السادات دلوقتي بالنسبة للوحدة العربية في كذا وكذا وكذا، واحنا نبدأ اوروبا بدأت بالبنيلاكس وكده، وده يبقى اما بالنسبة للمرأة ف
أنا عايزة بس أقول شوية أمور بالنسبة للمرأة في الإسلام. كلمته بقى على المرأة في الإسلام، وإن الإسلام بيحترم المرأة والإسلام كذا، وإنه في العصر العباسي كان هناك قاضية وسبيئة بنت كعب التي دفعت عن الرسول في معركة مش عارف إيه وإيه، وسردت له بقى إيه القصة كلها، والناس تسقف وكانوا متغاظين منه عشان الكلام اللي قاله على المرأة وعلى أسلوبه. ونجحت الكلمة دي إزاي ما أعرفش. السادات بقى كان إيه يعني حريص وحيد، عاوز يأيدني، عاوز يقول الكلام اللي أنا قلته، فيقول إيه كما قالت الدكتورة ليلى كذا 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 كذا، يلبسنا وفي الكلمة البليغة اللي قالتها الدكتورة ليلى كذا كذا كذا. دي كان إيه ثالث لقاء مع الأخ، وزعل ورجع زعلان وراح بيت السادات وقال لهم أنا عارف الدكتورة دي بتفهم في الإدارة وفي الجنون، إيش عرفها في الأديان؟ فحرم الرئيس السادات، قالت له هي درست الأديان كلها وعندها فكرة عنها يعني. قال لا 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 لا، لو كانت درست الأديان كان لازم عملت مسلمة، كانش تقعد كده. المهم الراجل إيه يعني المرحلة دي راح. إنما بعدها كنت مسافرة تاني يوم ألمانيا، الواقعة دي خلتني لقيت كتبوا عنها في لوموند، كتبوا عنها في الفرانكفورت ألجماين، كتبوا عنها في تايمز اوف لندن، يعني وكتب تايم ماجازين، شهرتني بقى يعني ايه الراجل ده من غير ما يقصد خلاني يعملوا لي كوتيشنز في القصه دي. وفي ذاكرة ليلى تكلى قائمة طويلة من الشخصيات الهامة التي لا تستطيع أن تنساها. خلال هذه الرحلة أنا ما أقدرش يعني إلا أن أذكر بعض الشخصيات الجميلة اللي إحنا عشنا معها وعشنا بها. يعني أنا من حظي أني مثلا عرفت الدكتور إبراهيم بدران، عبد الفتاح القصاص. ده عبد الفتاح القصاص ده كان عالم، أنا أول مرة روحت مؤتمر بيئة عالم دولي في البيئة، فحد بيعرفني بيقول لي برئيس المؤتمر بيقول له دي من مصر، فقال لي كده أنت من بلد القصاص، مش من بلد الهرم ولا أبو الهول، ولا أنت من بلد القصاص. وعمرو موسى له قصة قالها مرة في إحدى محاضراته إن مصر كانت محتاجة لحد في البيئة، فطلبت من الأمم المتحدة، قال لهم أنتوا تطلبوا مننا وعندكم القصاص يعني. وبعدين في الدكتور مصطفى طلبة اللي هو كان سكرتير عام أول مؤتمرات التنمية اللي عملها الدكتور بطرس غالي ونجحت نجاحا كبيرا. في محمد فتحي نجيب ده مهندس التشريع العصري في مصر ومواقفه معروفة. في سيدة، في كتير، في أسامي كتير، في اللي كانوا أساتذتي الدكتور علي راشد. الدكتور علي راشد ده كان أستاذ القانون الجنائي، وكان من الحاجات اللي بيعملها إنه كان بيعمل لنا جلسات ميوزك ابريشيشن، تقدير الموسيقى، ويلعب لنا بيتهوفن وشوبان وسانسون، ويقول لنا يعني حاجه، ما تعليم مش حكايه انه بيدينا قانون وبس، دي حاجه الحكايه دي داخله في مخي. فين من التعليم دلوقتي؟ يبقى كذا 100 واحد في ولا حتى حد عارف حد. التعليم ده بتنمي شخصيه، واجمل في كل الحاجات اللي عملتها بليف مي، التعليم والتدريس والمساهمه في تكوين عقل مصر دي اجمل وانبل مهمة ممكن الواحد يعملها. ففي السيدة استقلال رادي دي اللي قامت بأول من ساهم إن الفتيات اللي مش بيشوفوا النهاردة بياخدوا ماجستير وعندهم فرقة موسيقية. هذه الأسماء الكبيرة
لا تعني أن مصر أصبحت ضحلة، مش صحيح. أنا ضد هذه المقولة تماماً أن مصر ما بقتش فيها ده الزمن الجميل. لا، مصر مليانة ومليئة بالناس الكويسين. عندنا واحد زي إبراهيم محلب. إبراهيم محلب ده أنا بعتبره يعني فز فعلاً، لأنه شخص جمع بين السياسة، وبعدين الناس بقى إيه مش عاجبهم حد، إن نزل الشارع رئيس الوزراء يقولوا ده في الشارع، إن قاعد في المكتب يقولوا ماله كشر وقضم كده ما بينزلش الشارع. الشخصيات الدولية كرايسكي، وفي برضو حاجة حصلت الراجل ده، هو أنا يعني مدينة لوب بحاجات كتير، وكان هو دايماً بيشجعني، كنت صغيرة وكان دايماً يشجعني إني أستمر في السياسة. كنت وهو دعاني إلى اجتماع الاشتراكية الدولية وشفته بعد كده، وجا مصر والتقيت بيه. وبعدين مرة كنت في النمسا، فكلمته وقلت له أنا هنا النهاردة وبكرة وبتاعنا، بس بقول لك هلو. قال لي لا، نتغدى سوا بكرة، لأني عاوزك تعرفي مراتي برضو، فنتغدى سوا. أنت في أنهي أوتيل؟ قلت له صخر. قال لي طيب، عشان نوفر عليك الوقت إحنا نيجي نتغدى معاك، نعزمك عندك في الأوتيل بتاعك. فجم فعلا وقعدوا وتغدينا، وطلبت بقى من السفارة، قلت لهم، قالوا حد ياخد الشنطة ويروح بدري شوية، لأن كان وقت مزنق على الغدا والطيارة. فوإحنا قاعدين أنا ببص كده شمال ويمين، الراجل دخل زي أي حد وقعد معانا وقعدنا نتغدى. فقال لي أنا عارف أنت بتبصي على إيه. قلت له أنا الحرس الحراسة. أنا قلت لهم أوكي، أنا هقبل حراسة بشرط إني لا أسمعهم ولا أشوفهم، ملياش دعوة بيهم خالص. ما حسيناش إطلاقا إن في حراسة. وجت بنت صغيرة كده قالت له عاوز آخد صورة معاك، محدش منعها. إحنا هنا بقى يا عم الطبل والزمر والمقدمة والمؤخرة، يعني بقيت مستغرب. فجاء بعد اللي قال لي هتروح إزاي المطار، قلت له السفير يعني هات لي حد. قال لي لا، إحنا نوصلك. فجاء هو ومراته وركبت معاهم وروحنا بالعربية لحد المطار. فنزل معايا، شوف يعني تواضع العظماء ده حقيقي بجد. نزل معايا ودخل كان فيه المستشار بتاع السفارة اللي خد لي الشنطة، بيقول أنا وقف عمل كده ببنج. أنا اتخضيت أما لقيت الدكتورة داخلة ومعاها كرايسكي. دي حاجات يعني بسيطة بس بتأثر في الإنسان، وهذه هي القيادة الحقيقية، تواضع. أنا برضو شديدة الإعجاب بالملكة سيلفيا، ملكة السويد. فكنت في مؤتمر وكنا واقفين نتكلم أنا وهي، وكان في ورقة في إيدي وقعت، وهي حواليها بقى الوصيفة والوصيفات وبتاع. هذه السيدة وطت وجابت لي الورقة وديتهاني. يعني هذا السلوك، دي الثقافة، هذا السلوك اللي بيخلي الناس يبص. جاك كوستو ده عالم، الفرنساويين دول سنتين ولا ثلاثة متتاليين يختاروا أكتر شخصية لها شعبية، ما اختاروش لا ممثل ولا مغنية ولا رقاص ولا بطل كرة، اختاروا مين؟ جاك كوستو، عالم البحار المشهور. ومرة عزمني على الغدا وإحنا خارجين، كان من لوكاندا، كان واقفين الشباب مليين البلاس فاندوم عايزين يشوفوا جاك كوستو، له شعبية خرافية. دي كلها ناس أنا بعتقد أنا بذكرهم عشان أشكرهم، يعني لأن فعلاً لأنهم أثروا، بيثروا الحياة وبيضيفوا إلى الإنسان. فكل قائد وكل إعلامي وكل يعمل حاجة كويسة يعرف إنها هتأثر في الآخر، ويحاول إنه هو يساهم في تصويب الشخصية، خصوصا مع الشباب والأطفال من خلال سلوكه معاهم. وبعدين كان في مرة فرصة لما كنا في إنجلترا وقابلنا ملكة إنجلترا، فبتكلمني على مصر وبتاع، فأنا قلت لها، بقول لها إنه إحنا صغيرين أنا وأختي كنا نقول لما نكبر عاوزين نقابل إليزابيث ومارجريت، هما كانوا، وناخد صورة معهم. فهي بصت كده عشان تنده مصور ياخد لنا الصورة. فأنا قلت لها لا يور ماجستي، هاف ذا ويشز فولفيلد، نص الأمنية تحققت إني قابلتك وبتاع، وما خدناش الصورة. إحنا عشنا عصور مختلفة، إحنا ولدنا في عصر ملكية، فيعني شفنا ملكية وشفنا ناصرية وشفنا، وكل عصر كان له عيوبه وله إيجابياته، وشفنا سادتية وشفنا مباركية. وبعدين شفنا سنة كبيسة، أفضل هي جزء من تاريخنا. وعايزة أقول ليه إحنا كنا رفضينها، ليه إحنا رفضين الحكم الثيوقراطي. مش لأن هم بالذات يعني رفضينهم، ولا فكرة الخلط بين السياسة والدين
فكرة لا تليق بالإثنين، تضر بالإثنين معا. ليه؟ لأن أساس الدين هو علاقة بين الخالق والمخلوق، ما فيش بينهم ندية، علاقة ما فيهاش معارضة، ما فيهاش نقد، فيها طاعة، واخد بالك؟ والتزام، ده الدين. السياسة بالعكس، السياسة علاقة مش بس ندية، الحاكم بين الحاكم والمحكوم، ده المحكوم هو السيد، هو صاحب القرار، هو صاحب السلطة، وهو الذي أعطاها للحاكم، له أن ينقده ولو أنه، وهي ساحة مليئة بالتنافس وبالمهاترات وبالشتائم وبالتناقض، ويعني ساحة مختلفة. فلما بحط الاثنين من بعض بيحصل إيه؟ بأهدر قيمة العقيدة، وبأحرم السياسة من الحرية والنقد والديمقراطية وكل المبادئ بتاعتها. هذا هو جوهر طلب الفصل بين الدين والسياسة، مش لا علاقة لها بالدين. نحن شعب متدين يريد أن يعيش في ظل حكم غير سيقراطي، وإحنا شعب متدين، مش هيجي أي حد يعلمنا الأديان. في خلال العصور اللي فاتت دي كلها، ما تقدريش تقولي إن ليلى كانت تكلة ممكن تحسبيها لأي عصر، لأنها كان لها دور كبير جدا في عصر رئيس السادات، ولها دور كبير جدا في عصر رئيس مبارك، ولها دور كبير جدا في الفترة بتاعت الثورة، وكان لها آراء مهمة جدا. هذا العصر أنا أعتقد مصر فيه في أصعب وأقوى مراحلها، أصعب مراحلها لأن أعدائها في الخارج وفي الداخل، وأن أعدائها ما فيش العداء أو المواجهة المباشرة، يعني الأفعال اللي بتحصل سواء من أفراد أو من إرهابيين بيدعوا الإسلام أو من دول الأساليب شريرة، فمصر في أصعب أوقاتها، جانب أن هناك مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية ومشاكل ثقافية، وما فيش مشاركة كافية، ما فيش مشاركة كافية من المسؤولين على التوجيه، فالعملية الموقف فعلا صعب. انما في اقوى اوقاتها ليه بقى؟ انا اعتقد ان مصر في اقوى اوقاتها ان هي تحررت. 30 يونيو كانت عيد التحرير، كانت فعلا عيد التحرير. مصر تحررت من انها تكون دائما تابعه لقوى كبرى. مصر تحررت في صنع القرار، وبقت تشوف مصلحتها فين ومع مين. فهي الحقيقة يعني باستمرار دايما مصر في بالها، دايما المجتمع اللي عايش فيه في بالها، ونمرة واحد. يعني هي الحقيقة إخلاصها وتكريسها لجهدها ولوقتها للعمل العام يعني مثير للإعجاب إلى أقصى حد، هي مثل لينا كلنا. وزي ما قلت إنها يعني باستمرار ضربت المثل إزاي الواحد بيساعد بشكل موضوعي وخالي من المصلحة الشخصية. أنا كنت دايما أكلمها أقول لها دكتورة ليلى، ازاي ليلى تكلة ما تاخدش جائزة النيل؟ تقول له والله ما انا عارفة ازاي. انا كنت سعيد جدا السنة دي ان انا اعرف ان الدكتورة ليلى رشحت لجائزة النيل. انسانة تفكر بشكل يختلف عن الاخرين، انها ليست داخل الصندوق دائما، ولكنها تستطيع ان تفكر من خارج الظاهرة نفسها. وقد كان الاجماع واضحا هذا العام لمنحها جائزة النيل العليا اللي كان اسمها جائزة مبارك من قبل. وحتى سألتها دكتورة ليلى هتودي 400,000 فين؟ قالت تبرعت بيهم. أرجو يكون هذا الكلام إن شاء الله صحيح، لأن بينه وبينها دايما مداعبات، وأنا لا أناديها إلا بكلمة لوليتا. أعتقد أنها يعني إذا كان الحق في ذهنك أنها تكون وزيرة ولا لا، فليس هذا هو الحق، ليس هذا هو المعيار أبدا. إنما هي شخصية عامة محبوبة معروفة في كل مكان، مقدرة ومحترمة في كل الأوساط الموجودة في مصر وخارجها. هي دايما في عملها ودايما في يعني في كل المجالات اللي اشتغلت فيها ما كانتش بتنتظر أي شيء على الإطلاق، كانت بتؤدي، وكان التكريم أو يعني المناصب أو ما تصل إليه بيبقى نتيجة لعملها. وأنا أعتقد إن يعني حب الناس هو أكبر تكريم ليها،
ودي نعمة ما في يعني لا تقدر. هي واحدة من الشخصيات اللي قد لا تعرفها الجماهير، هذا صحيح، لكن من الناس اللي رغم عدم معرفة الجماهير لهم إلا أنهم اشتركوا واشتغلوا وأسهموا في صنع عجلة أو تروس التقدم التي قادت هذا المجتمع إلى وضع أفضل، سواء على مجال المرأة أو على مجالات مرتبطة بالمرأة، على مجالات التنمية، على مجالات السياسة الدولية، لأنها فيما أذكر كانت عضو أو كانت رئيسة لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشعب أو مجلس الأمة. قبل أن تروي الدكتورة ليلى تكلة مشوار حياتها، سألني طاقم التصوير عنها، قال مين ليلى تكلة؟ لأن الجيل الجديد ما يعرفهاش، لأننا ببساطة حصرنا الشهرة والنجومية في مشاهير الكرة والفن والطرب وأصحاب الصوت العالي على الفضائيات الليلية. لكن بعد أن استمع طاقم التصوير إلى مشوار حياتها قالوا يا معقول مصر فيها سيدة مثل ليلى تكلة؟ في كل قصة أبدعها أو مسرحية عرضها أو مقالة نشرها لم يوصف بأنه كاتب فقط، وإنما وصف بأنه شحنات متفجرة من الديناميت. عرفناه في الحرام وبيت من لحم وأرخص ليالي والنداهة والعيب، وكلها أعمال أدبية وفنية كشفت عن بعد اجتماعي مظلم للجنس في حياة المصريين. قال على نفسه أنا سلطان قانون الوجود، وقال على نفسه أنا جبرت العصر، ووصف كتاباته بأنها انطباعات مستفزة. كان دائم الاشتباك مع الحكام والمشايخ والكتاب، ولما ملقاش حد يشتبك معاه دخل في حرب شرسة مع نفسه.
وهو صبي صغير في القرية كان بيمشي أكتر من 6 كيلو كل يوم من البيت للمدرسة. ساعات المشي الطويلة سمحت لخياله بتأليف القصص الخرافية. في القصص دي كان بيتكلم مع جن وعفاريت اخترعهم في خياله. الحقيقة دي كانت بداية شعوره بالموهبة، لكن بالقطع كانت هناك مكونات أخرى ساهمت في تشكيل تميزه وإبداعه. الحقيقة بالذات اللي كون شخصية يوسف دراسة الطب مع الطفولة. الطفولة كانت متعبة شوية بالنسبة له، فكان بيهرب منها بالخيال، فكون عنده خيال غريب، يعني مش خيال طفل، لا خيال إبداعي. يعني كان مثلا هو ماشي الصبح يقعد يتخيل عشان يهرب من حياته انه لقى كنز، والكنز ده فيه حاجات ما حدش شافها، وانه هو بقى دكتور مشهور، وانه بقى كاتب مشهور. و ككاتب حاسس قوي بالآخر اللي بيعاني ده، لأن هو نفسه كان بيعاني. والحاجة بقى اللي ما اظنش ان كل الناس تعرفها، ان جدته كان اسمها آسيا، وهي بصراحة كانت آسيا شوية، برضو فرقت قوي معاه في تخيله.
أكون واحدا من أصدقائي، لأن الحقيقة اللي كتبها كانت إسقاط على هذا الموضوع، هذا الباب السحري الذي يؤدي به فعلا إلى الإبداع الحقيقي، يعني زي نجيب محفوظ، هاريكو موراكامي، زي تشيكوف، الناس دي كلها بيئتها أثرت جدا في طبيعة كتابتها، وبالتالي وجود يوسف إدريس في الريف وتربيته في الريف جعلته يعني يركز على نمطين مهمين جدا اتكلم عنهم. هو الحقيقة ركز على النمطين دول في أغلب قصصه القصيرة وفي أغلب رواياته، لو تتتبع الروايات ركز على نمط المرأة، باعتبار أن المرأة كما رأها هو في هذه المرحلة وفي البيئة اللي تربى فيها كانت مهمشة لحد كبير، فاعتبر أن هذه الشخصية المهمشة تحتاج إلى أن هو يعني يزداد من ما حولها ويقدر يكتب عنها بشكل أكثر إيجابية، فكتب عن المرأة في أغلب أعماله. وحاجة تانية برضو، ومجيمن كانت أكثر الشخصيات اللي تحدث عنها أو الأنماط، كانت شخصية القاع، وما نسميه نحن أو يسميه الأدباء والنقاد بأنه قاعدة الهرم، يتكلم عن الناس المهمشين في المجتمع الذين يعانون، زي مثلا في كتاب الحرام لما تكلم عن عزيزة اللي كان أعتقد بطلة الفيلم، أعتقد على ما أعتقد أو بطلة الرواية، اللي هي كانت جاية من المقارنة ما بين الريف والمقارنة إزاي خدتها المدينة، وإنها كانت من عمال التراحيل، وإزاي عمال التراحيل كانوا بيعزمهم في هذه المرحلة يعني، وإزاي اصطدمت بواقع. فهو جعل الحقيقة الناس تتعاطف مع الشخصية جدا، نقل الصورة اللي شافها في الريف لصورة المدنية. من أهم القصص القصيرة اللي بعتقد الحقيقة أن يوسف إدريس كتبها هي قصة قصيرة اسمها آخر الدنيا. القصة دي كانت موجودة في مجموعة قصصية، واتكلم فيها عن رمز، هو حقيقة كان له يعني كان قوي جدا في حتة الرموز والإسقاطات، كان دايما يعمل رمز أو يسقطه على حاجة، وكان يكتب بلغة بسيطة جدا وسلسة جدا ومتحكم جدا في الشخوص، ولكن في نفس الوقت كان في هدف من وراء الرواية وبيوصل بمنتهى القوة للقارئ يعني. فقصة آخر الدنيا بتتكلم عن طفل صغير، والطفل ده كان مهمش، وكان أبوه سابه لجدته وسافر وساب له ريال فضة، والريال الفضة ده كان الحاجة العظيمة والقوية اللي ربطته بالحياة، فهو عوضته في يعني في نفسية الطفل، عوضته عن فقدان أبوه، فبدأ يتعامل مع الريال ده وكأنه الأب أو كأنه النموذج في حياته. فهنا من هنا جاءت قيمة الفقد، إنه فقد الأب واستعوضه بهذا الريال، كان بياخد الريال ده في حضنه، وكان بيعتبر الريال ده صديقه، لما كان بيتضايق فيحكي له ويطبطب عليه، لما كان بينفعل كان يخبطه في الحيطة، وفجأة وهو ماشي الريال ده ضاع منه، فالولد أصيبه حالة من يعني فقدان بقى الواقع، وبدأ يخش في اكتئاب فظيع جدا، وبدأ يحاول يرجع يدور على الريال ده. وفي لحظة حقيقة فاصلة في هي كانت قصة قصيرة في هذه القصة، إن هو بيقف عند محطة القطر ويكتشف إن الريال ده وقع منه على قضيب القطر، فبيدور عليه، وأثناء ما هو بيدور عليه بيأتي قطر يأخذ هذا الولد إلى آخر الدنيا، وعشان كده سمى القصة القصيرة بهذا الاسم. فالحقيقة كان بيتكلم عن قيمة فقد الأب، قيمة فقد الأشخاص لحاجات كتير قوي يعني، فقد الشخص لمجتمعه، لشخصيته، للقيم اللي بيدور عليها، فقده لذاته، وكانت قيمة الفقد دي من الحاجات المهمة جدا اللي كتب عنها الحقيقة الأديب يوسف إدريس يعني. الريف كان مسرح لكثير من أعمال يوسف إدريس، ولعل أشهر هذه الأعمال رواية الحرام التي عكست مأساة عمال التراحيل. تحولت رواية الحرام إلى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم، قامت ببطولته فاتن حمامة التي قدمت شخصية البطلة بصورة تختلف تماماً عن كل الشخصيات التي قدمتها فاتن حمامة من قبل. ترى لو حاور يوسف إدريس فاتن حمامة فكيف يمكن أن يكون الحوار بينهم؟
اهلا وسهلا بيكي. والحقيقه قبل ما يعني قبلك كنت بفكر في مشكله من نوع خاص كده شويه. يعني انا بتصور انه الفنان لما بينجح قطعا بينجح لانه موهوب، انما النجاح الكبير قوي، النجاح اللي هو يعني بيتصل فيه بتيار الحياه والناس وبيبقى جزء لا يتجزأ من حياتهم، هذه الدرجه من النجاح ما بتعتمدش على الموهبه بس، انما لها مقومات تانية. فايه في رايك المقومات اللي بتعمل نجاح الفنان غير الموهبه؟ يعني اعتقد انها عده حاجات. اولها المده اللي اشتغل فيها الفنان. طبعا كل المده ما طالت كل الناس ما بتعرفه اكتر، وكل الناس ما بتشوفه اكتر، وبتهيأ لها انها عارفاه وعايشه معاه. تاني حاجه وهي اعتقد اهم حاجه الفنان نفسه. في بعض الفنانين اول ما يظهروا على الشاشه بيكون في قبول ليهم، يعني الناس بتقبلهم على طول. مش مهم يكونوا حلوين، مش مهم يكون جان بريمي ولا يكون بيعمل ادوار راجل كبير او اي حاجه، المهم الصله اللي بينه وبين الناس، ازاي هو يقدر ياخد الناس على طول، وازاي يقدر يخليهم يقتنعوا بكل حاجه بيقولها. واعتقد دي بتبقى فيها شويه قوه. طبعا ربنا بيديله القوه دي، انما المفروض ازاي يقدر يستعملها.